مشاكل مشتت كدية تصيد في بلدية ولاد حملة بولاية أم البواقي لا تنتهي، وهذه المرة قضية المفرغة العمومية التي تم استحداثها بموجب قرار ولائي في سنة 2019، فأصبح المواطن متذمرا من تداعيات مخاطرها الصحية والبيئية. من الوات، من السكاير، من البوبان، من حشك، من الكوش نتاع الاولاد نتاع كذا، وتنبت فيهم الريحه وتقضي النار، جينا واحد الريحه ما تقدرش تفوت. المشكله تاع القمامه اللي جابوها عند هذوك عامين ويا هنا، راهم دايرين لابوبان هنايا. القمامه هنا صرحنا بالقدم نتاعها، بالدبايب نتاعنا، عندي البقري تاع الحليب، عندي الهنديه ومات، عندنا من الشجره تاع الزيتون ماتت، كلش قفلوا علينا ورانا قاعدين هنا نعاني. واحد ما هو معانا، واحد ما سبع بينا. بالمفرغة صادفتنا نفايات ضارة من ركام مخلفات البطاريات تم رميها عشوائيا منذ مدة طويلة من طرف مجهولين، تشكل تهديدا خفيا للبيئة، فما بالك بالمواطن يحدث هذا في ظل غياب إجراءات الردع. كي تشعل دخاخنا حتى نقفلوا التواقي، نقفلوهم. عندنا الشايب مريض بالقلب، عندنا ما ثاني مريضة بالسكر، ما تقدرش تلاويش الولاد الصغار ثاني، والله ندخلوهم للديار. نشمو نعديو نشمو، جينا المرض، ما احنا لاباس خلاص الحمد لله يا ربي، ومسقلينا قدر، ولكن تي المرض هذا ينحيو علينا. قلنا المفرغة هذه راهي تم استحداثها بموجب قرار من الوالي، القرار ها هو القرار في 26، ها هو القرار رقم 1995 مؤرخ في 26/6/2019، المتضمن حظر ومنع الرمي العشوائي للنفايات بمختلف أشكالها في غير الأماكن المخصصة لها. قمنا بعملية تهيئة للمكان حتى يسهل على عمال البلدية ولا بقية المواطنين للتخلص من النفايات الهامدة. ورغم هذه المحاولات ورغم هذا الشيء اللي عملناه، إلا أن السكان راهم مازالوا متعنتين ورفضهم لرمي النفايات الهامدة. فالجدل القائم حول هذه المفرغة بمشتت كدية الصيد يستدعي حلولا بديلة لمواجهة الوضع الراهن، وليس بدعوى التخلص من النفايات الهامدة بالمنطقة الحضرية، لأن صحة المواطن أهم بكثير من أي قرار إداري.